ففكرة زيادة هيدا الوركشوب كسوشيال ميديا تريننج للبارتنرز هي زيادة على المشروع اللي كنا شغلينه من سنتين، له أهمية كبيرة. وعم نلاحظ من خلال الدورة قد ايه نحن عن جد في اشياء فينا، اوقات اشياء بسيطة نحسنها بالاشياء اللي عم نطبقها بالسوشيال ميديا لنقدر نوصل للهدف اللي بدنا اياه بطريقة اضبط. يعني اخذت كثير نوتس عن الاستراتيجي اللي لازم نعملها والشو ستابس، لانه ايام نحن يعني نحن ولا حدا منا برو بالان جي او برو سوشيال ميديا، انه منحب بس منا برو. سو هيك ايام بتكون الاشياء خابصه، يعني حتى هيك لننزل هالصوره ايه لما ننزلها، سو ما في كلير بلان وما في هيك استراتيجي واضحه. بس هلا صار عندي باتر بيكتشر.